فتحت البوابات وبدأ التنافس ما بين جياد وأفراس الإنتاج. عمر الثلاث سنوات فأكثر التي فازت من سباق إلى ثلاثة سباقات في تنافس في الشوط الرابع على مسافة إلى 2000 متر جازت حترش الأرجاني يرحم الله أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الكشاف يبدأ الانطلاقة من الخارج فيما المتابعة من عزمي وكذلك روحان من الداخل ومدفع من خلفه بالتحديد الخيام أيضا في المراكز المتقدمة وشاهد متكرم يحاول التقدم فيما روحان وصاحب الانطلاقة في هذه الأثناء روحان من الداخل وأيضا هناك عزمي من الخارج روحان متكرم الخيام يأتي للمنافسة كذلك مدفع مدفع يحاول التقدم للمركز الثاني متكرم المركز الثالث الخيام المركز الرابع. إذن المنافسة القوية ما بين جياد وأفراس الإنتاج بقيادة روحان صاحب الانتصارات الثلاث ومن خلف متكرم وأيضا مدفع صاحب المركز الثاني الخيام صاحب المركز الرابع منافسة قوية ومثيرة ديمان صاحب المركز الخامس روحان بكل قوة ما شاء الله تبارك الله عند المنعطف الأول لهذه الجياد والأفراس والستمائة متر الأخيرة المنافسة القوية ما شاء الله تبارك الله يظهر متابع للمركز الثالث روحان في مقدمة هذه الجياد والأفراس مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية روحان في المركز الأول متكرم يحاول في المركز الثاني متابع أيضا قادم للمركز الثالث روحان بكل قوة ومتكرم في المركز الثاني متابع في الـ200 متر الأخيرة روحان والتنافس القوي متابع من الداخل يحاول التقدم متابع أيضا من الداخل يحاول التقدم المركز الثاني روحان إذا يحسمها بالفعل بنصف طول عن متابع صاحب المركز الثاني إذا تنافس مثير تهم